الفيديو ده هنشرح المستقبل، المستقبل البسيط، المستقبل بأمواج وارجونج طول، المستقبل البعيد والمصدر، استخدامات المستقبل مع المضارع البسيط والمضارع المستمر والمستقبل التام والمستقبل المستمر. بالنسبة للنص، في جمل بتعبر عن المستقبل. فيوتشر تايم يمكن التعبير عن المستقبل باستخدام ويل او شال او جوينج تو او المضارع المستمر او المضارع البسيط او المستقبل المستمر. ويل تستخدم للتعبير تو اكسبريس ا ترو فاكت، للتعبير عن ترو فاكت، حقيقة صحيحة في المستقبل. هي ويل بي 30 نيكست مانس، هيكون عنده 30 سنة الشهر القادم. التنبؤ بالاحداث في المستقبل to predict events they will arrive in 1 hour، هيصل كمان ساعة. to decide something quickly، لتقرر شيئا بسرعة. I will have some orange juice please، أنا سوف أطلب عصير برتقال من فضلك. يبقى قرار سريع. to offer to do something، تعرض تفعل شيء. I will open the door for you، أنا سوف أفتح لك الباب. To ask someone to do something، لكي تطلب من شخص ما أن يفعل شيء. هو will you type this letter for me please، ممكن تطبع لي الجواب ده من فضلك. To make arrangement، لعمل ترتيبات. I will meet him tomorrow، سوف أقابله غدا. To make a threat، لعمل تهديدات. You will be punished if you don't stop making noise، سوف تعاقب لو ما وقفتش عمل ضوضاء. يبقى ده تهديد. To make a promise، لعمل وعد. I will buy you a valuable present if you win the race، يبقى to make a promise، توعده هشتري لك جايزة لو فزت بالسباق. To make warning، تحذير. Take care when you use a knife or you will cut yourself، يعني احذر وانت بتستخدم السكينة لإما تعور نفسك. تستخدم will بعد هذه الأفعال أو won't. I think، أنا أعتقد. I believe، أنا أعتقد. I hope، أنا أأمل. I expect، أنا أتوقع. I predict، أنا أتنبأ. I suppose، أنا أفترض. I promise، أنا بوعد. I expect that our team will lose the next match، أنا أتوقع أن الفريق سيخسر المباراة القادمة. تستخدم will أو won't بعد التعبيرات الآتية. تستخدم بعد كلمة I am sure و I am afraid. I am sure، أنا متأكد. I am afraid، أنا خايف. أنا متأكد أن رامي سوف يحل المشكلة لوحده. I am sure رامي will solve his problem alone. وتستخدم مع الظروف الآتية: certainly و possibly و probably و perhaps، بالتأكيد وممكن ومحتمل وربما. Perhaps we will visit Luxor next week، ربما سنزور لوكسور الأسبوع القادم. وتستخدم will أيضا إذا جاءت بعد الروابط الآتية، بعد الروابط الآتية، روابط المضارع: unless و after و before و when و as soon as و until. يبقى الروابط دي بيجي بعدها مضارع، والجملة التانية will والمصدر: if و unless و after و before و when و as soon as و until. if لا و unless، إذا لم، after بعد، before قبل، هو هنا عندما، as soon as بمجرد أن، until حتى. we will enjoy the journey if you come with us، سوف نستمتع بالرحلة لو أتينا. I will go to bed as soon as the film ends، سوف نذهب إلى السرير بمجرد أما الفيلم ينتهي. I want to go out، أنا مش هخرج until the film ends، أنا مش هخرج لحد ما الفيلم ينتهي. استخدام will. I am sure، number one. I am sure the next match not exciting، هل هتبقى is going to be ولا will be. أنا متأكد، قلنا لما نلاقي كلمة أنا متأكد ونكمل الجملة الماتش القادم هيكون شيق. كلمة أنا متأكد هستخدم will. الجملة التانية it's very dark، الجو it's very dark، الدنيا مظلمة. I know the lights، هيد النور على طول. حاجة سريعة استخدم will، يبقى will switch. number four،
رقم 4 I think she not at the first prize in the next swimming competition. I think she not the first prize. انا اعتقد، لقيت كلمة انا اعتقد، انا اصدق، استخدمه على طول. هو بيقول انا اعتقد ان هي هتفوز بالجائزة السباق القادم. The phone is ringing، حاجة سريعة اهي، التليفون بيرن، هرد على طول. يبقى will، حاجة سريعة، حاجة هعملها على طول، حاجة هطلبها على طول، حاجة هعرض على طول. استخدم will، قرار سريع، استخدم will. رقم 6 I expect she not late tomorrow، انا اتوقع، قلنا كلين انا اتوقع، انا اعتقد، انا اصدق، استخدم will. انا اعتقد ان هي هتأخر غدا. There is someone at the door، في شخص واقف على الباب، at the door. اوكي اي ويل على طول، لان دي حاجات قرارات سريعة. Did you phone your friend كمال، هل اتصلت بصديقك كمال؟ قال له اوه اي كومبليتلي فورجيت، اه لا ده نسيت، اي نوت هيم ناو، انا هتصل بيه دلوقتي. يبقى ويل، ويل حاجات سريعة. The teacher you not if you come late again، رقم 11 المدرس لو انت لو اتيت متأخر هيعاقبك، حاجات سريعة. يبقى will punish. زي نوع the conference next Friday they have prepared، لا سيبنا من رقم 12 ديت، خلينا في رقم 13. the food is cooked، الطعام اتطبخ. I know the gas off، انا هطفي البوتاجاز، حاجات سريعة. will turn، يبقى will turn، حاجات سريعة. would you like some tea or more coffee، طلب اهو، استخدم will على طول. يبقى will have، will have. رقم 21 my son not 10 tomorrow، ابني هيبقى عنده 10 سنين غدا، حقيقة صحيحة في المستقبل، استخدم will، will be، بستخدم will زائد المصدر اللي هو will زائد be. رقم 25 I have got a headache، أنا عندي صداع. have you wait there I not an aspirin for you، أنا معايا اسبرين ليك، حاجة سريعة. يبقى will على طول، يبقى will get. آخر جملة رقم 27 I have decided to build a new house، أنا قررت أبني منزل جديد. we not next month، هتبقى we will start next month. have decided to build a new house، قرر ان هو يبني منزل جديد، قرار. يبقى have decided، او قلنا لما نلاقي كلمة decided او decision او have decided ناخد will والمصدر. نفس الجملة they have decided رقم 28 they have decided what they not tonight، لينا كلمة decided، have decided، decision، ناخد will، ناخد ويل. رقم 1 this year I am going on holiday with my family to Italy I am sure، اللي قلنا اما الاقي كلمة I am sure انا متأكد، اخد ويل، يبقى هو هيروح في الاجازة مع عيلته ومتأكد، متأكد، اخد ويل على طول. رقم 5 I am going on holiday to Europe this October should I take an umbrella، اخد الامبريلا؟ قال له yes it will probably rain، يبقى هو بيقول له مخطط ان هو يروح في اجازه لاوروبا، بقول له اخد الشمسيه، يعني بيعرض عليه، قال له اه خدها. يبقى ويل، ويل، ويل على طول، حاجات سريعه او حاجات حقيقه هتحصل في المستقبل. انا اعتقد ان اخويا هيبقى دكتور. رقم 7 هي از فيري كليفر، هو شاطر. يبقى تاخد ويل، ويل زائد المصدر. The weather report says it not cloudy all day، هتبقى will be، will be cloudy all day. قول لما الاقي كلمة all نستخدم will be. رقم 12 if you like I know the salad، لو انت حبيت هتاخد السلطة. will، حاجات سريعة، will على طول، will والمصدر. اخر جملة رقم 16 you set the table and not I bread، قعدت حضرت الترابيزة والعيش، وحط العيش يلا، حاجات سريعة. will cut، اقطع العيش. قلنا المضارع البسيط بيستخدم بعد الروابط، بعد الروابط بشرط وجود للمستقبل، إشارة للمستقبل. كلمة وين هي تجي بعدها مضارع بسيط، وقبلها يبقى will والمصدر. رقم 6 I expect، I expect لما تلاقي كلمة I expect تاخد كلمة will. I expect، I promise. رقم 9 My uncle promises، اهي بيوعد، يبقى تاخد ويل، بيوعدني ان هو هيقابلني.
دونت وري لا تقلق، اي ام شور. لما تلاقي كلمه اي ام شور تاخد ويل على طول. يلا رقم 4، اي ثينك تيم از ويننج ذا كاب. انا اعتقد، ليه كلمه انا اعتقد يبقى تاخد ويل، يبقى تشيل از ويننج وتحط ويل وين ويل وين. رقم 11، سهله اهيت في اف، اهيت اف بعدها مضارع بسيط والجمله اللي قبلها ويل والمصدر، يبقى تبقى ويل هيلب. رقم 12، if you make any mistake he not punish you he is going to punish you. لا غلط، قلنا اف نستخدم ويل لان اف بتيجي مع ويل، اف مضارع بسيط ويل والمصدر، ويل والمصدر. ذا فاينل اكزام، الامتحان القادم هيكون في 12 يونيو، يبقى ويل على طول. رقم 3، اور فاينل ماتش اجينست نيجيريا، ماتشنا ضد نيجيريا هيكون في 7 يونيو، يبقى ويل برضك. رقم 18، ويل. رقم 7، سوري اي كانت كام بيكوز اي بلاي تنس ويز يحيى تومورو، انا مش هقدر اجي. اي كانت، سوري اي كانت كام بيكوز اي بلاي تنس ويز يحيى تومورو. في كلمة تومورو وكلمة بلايد، لا كلمة بلايد دي تبقى بلاي، تبقى ويل بلاي. المستقبل القريب ام ويز وار جوينج تو زائد المصدر. جوينج تو بتستخدم تو اكسبريس ان انتنشن ذات ووز بلاند، بتستخدم للتعبير عن نية. ذات ووز بلاند، نية مخططة. اور ديسايدد، او مقرر. بيفور ذا مومنت اوف سبيكينج، قبل لحظة التحدث. يبقى هو مش واحد بيكلمه وهو بيخطط، لأ ده هو مخطط قبل ما يقابل الشخص ده، او مقرر قبل تلك لحظة الكلام. التعبير عن نية، تم التخطيط لها واتخاذ قرار بشأنها قبل لحظة الكلام. We are going to spend our holiday in Hurghada. Would you like to come with us؟ هنقضي اجازتنا في الغردقة، هل تحب ان تأتي معنا؟ I intend to. My intention is to. I intend to. انا انوي ان. I have decided before. انا قررت من قبل. او my decision is to. او I have made a decision to. I have made a decision. Made a decision. يبقى اتخذ قرار، يبقى نية او قرار او خطة من قبل. I have planned to. I have made a plan to. My plan is to. يبقى انت بتقول له خطتك. My intention to. I have decided to. I intend to. I plan to. To predict a future event for which there is some evidence now. للتنبؤ بالمستقبل. For which there is some evidence now. ان في دليل دلوقتي. To predict a future. تنبؤ بالمستقبل ولكن بدليل. للتنبؤ بحدث في المستقبل ويوجد دليل له الآن. I think it is going to rain. اعتقد انها ستمطر. عرفت ازاي؟ ما هي السماء قدامي اهيت. The sky is cloudy. السماء تكون مغيمة. تستخدم بعد عبارات التحذير التي تدل على أن الشيء على وشك الحدوث أو قرب الحدوث. Take care يعني اعتني. Be careful كن حريصا. Look out احذر. Watch out احترس. احترس. Look out انظر. Be careful كن حريصا. يبقى عبارات التحذير تستخدم going to. قريب ام ويز وار جوينج تو زائد المصدر، قلنا بنستخدمه للتعبير عن شيء مخطط او مقرر. بلاند، ديسايدد بيفور، متكرر مقرر، حاجه انا مقررها او مخططها قبل ما اتكلم مع الشخص. يبقى انا هاف انت، وبيستخدم مع كلمه انتند وديسايد وبلان. انتند، انتندد، انتنشن، هاف انتنشن، ديسايدد، هاف ديسايدد، ديزيشن، made a decision. كلمة plan، have planned، have made plan، my plan. وللتنبؤ بحدث في المستقبل ويوجد له دليل. الجو مغيم فالسماء هتمطر. going to. وبيستخدم مع كلمة watch out و look out و be careful و take care. number 3، رقم 3، it's windy and cloudy.
الجو كثير الرياح ومغيم، يبقى الدنيا هتشتي. It's going to rain. It's going to rain. لأن في دليل، لأن في علامة. يبقى رقم 9 و18 و23. 9 قلناها I have saved a lot of money، أنا وفرت فلوس. I have saved a lot of money، مضارع تام. I'm not a mobile phone، يبقى أنا إيه، هشتري موبايل. يبقى I am going to buy، I am going to buy mobile. رقم 18، He is Hamdi getting a passport. Why is Hamdi getting a passport؟ ليه حمدي بيحصل على باسبور؟ He not in Paris for a year، لأنه هيسافر في باريس لمدة سنة. يبقى هو مع الباسبور، يبقى هو هيسافر، يبقى ده الدليل اهوت مع الباسبور. is going to. والجملة اللي قبلها اللي هي رقم 9 اللي هو بيقول I have saved a lot of money، عمل حاجة من قبل اهيت ان هو وفر فلوس، الدليل موجود، يبقى هيشتري موبايل، هو ناوي يشتري موبايل، يبقى تاخد is going to. is going to. رقم 23، there are lots of cracks in the wall، I think it not، I think it is going to fall، اعتقد ان هي ايه سوف تسقط. طب ما خدتش ويل فول ليه؟ ما في كلمة I think اهي. اقول لك بس في هنا دليل، في كراك، كراك يعني شقوق، شقوق في الحائط، تشققات في الحائط. يبقى الدنيا، يبقى الحائط هيقع، is going to fall، يبقى تنبؤ بدليل، ناخد is going to. رقم 24، we are saving up، احنا بندخر، because we not a car، هنشتري عربية، يبقى الادخار ده دليل، وهنشتري عربية is going to او are going to. رقم 4، do you have، هناخد 4 و6 و8. 4، do you have any plans for the weekend، هل عندك خطط للأجازة لنهاية الأسبوع؟ قال له yes I know بروفيسور عفيفي، هنقابل البروفيسور عفيفي on Saturday morning، صباح السبت. يبقى هل عندك خطط؟ قال له اه عندي خطط. يبقى هو مخطط، مخطط قبل ما يقابل الشخص، يبقى going to، أم is و are going to زائد المصدر. رقم 6، it's arranged، أنا مرتب، مرتب اهوت يعني عامل حاجة من قبل لحظة الفعل، يبقى تاخد are going to، ان هو هيروح البحر الاحمر هذا الصيف، يبقى مرتب. رقم 8، ار يو نقط تنس افتر سكول توداي، هتلعب تنس بعد المدرسه، اهو حاجه قبل حاجه، حاجه بعد حاجه، اهو يبقى مرتب، مرتب قبل لحظه الكلام، يبقى جوينج تو بلاي، يبقى ار جوينج تو بلاي. رقم 1، نورا از جوينج تو بي 16 نيكست ويك، دي خدناها تبقى ويل لان دي حقيقه. رقم 4، I think our team is winning the cup، برضو دي خدناها تبقى ويل. نشوف رقم 8، I think he is having an accident، he is driving so fast. في كلمة I think هي المفروض ناخد ويل، بس مش هناخد ويل، هناخد is going to. طب ليه؟ لأن في دليل، لأنه بيسوق بسرعة، بيسوق بسرعة يبقى هيعمل حادثة، يبقى is going to، لانه قريب، لان في دليل، الدليل بيديك ان حاجه قربت. في تشققات، الحيطه هتقع. هي ترافل. رقم 13، اتس ارينجد هي ويل جو تو هورجادا، ارينجد مرتب اهو قبل لحظه الفعل، يبقى هو ايه ار جوينج تو، يبقى نشيل ويل ونكتب ار جوينج تو. رقم 15، ار يو ليفينج تومورو مورنينج، هل ستغادر صباح الغد؟ قال له اه القطر هيغادر الساعة 8، يبقى القطر هيغادر الساعة 8، يبقى ده ايه، ده مستقبل قريب، يبقى اخد ار يو تبقى جوينج تو ليف تومورو مورنينج، هل ستغادر، لانه مخطط قبل لحظة الكلام. رقم 19، اي ويل ليف سكول ات 9، انا هغادر المدرسة الساعة 9، اي هاف بيرميشن، انا معايا الاذن، يبقى الدليل اهوت، يبقى تاخد ام ويز وار جوينج تو. رقم 21، اي ويل ران اراوند ذا بارك فور هاف ان اور افري داي نيكست سمر، يبقى هو مخطط اهوت ومحدد الميعاد اهوت، يبقى محدد كل حاجه، يبقى محدد كل حاجه بلحظه الفعل، يبقى تستخدم جوينج تو، ار جوينج تو، يبقى ار جوينج تو ران.
continuous is used for the future. المضارع المستمر بيستخدم للتعبير عن المستقبل. To talk about future event which is already arranged and which is definite. الحاجة المرتبة والمحددة. They are traveling to London tomorrow. هيسافروا لندن غدا. يبقى اما تلاقي كلمة ترتيب او اعداد او حاجة معروفة، ترتيب معروف اعداد معروف، تستخدم المضارع المستمر. I have arranged to. Everything is arranged. I have made arrangement to. انا عملت ترتيباتي. والفرق بينه وما بين المضارع ما بينه وما بين am was are going to اللي هو المستقبل القريب، هو ان المستقبل القريب بيعبر عن نية تم التخطيط لها واتخاذ قرار بشأنها قبل لحظة الكلام. يبقى قبل ما يقابل الشخص، قبل ما يقابلها، كان محدد هو هيعمل ايه بالظبط. يبقى ده ام واز وار جوينج تو. لكن المضارع المستمر ممكن يستخدم للتعبير عن المستقبل للترتيب او الاعداد فقط، للترتيب والاعداد فقط. ان هو مرتب، ان هو هيسافر. رقم 12 و16 و22 و26. 12 زي نوعات the conference next Friday. They have prepared everything. هم حضروا كل شيء. والحاجة معروفة تبقى مضارع مستمر. Are holding. رقم 16 I not work an hour. أنا هشتغل ساعة. I have arranged it with my boss. أنا رتبت مع المدير بتاعي. يبقى هو حاجة معروفة، يبقى تبقى I'm leaving مضارع مستمر. رقم 22 I can't see you this afternoon. أنا مش هقدر أشوفك لأن عمي جاي. حاجة معروفة يبقى مضارع مستمر. is visiting. رقم 26 I know at lunch with my friends tomorrow. I have arranged that. أنا هتناول مع أصدقائي. أنا رتبت خلاص. يبقى مضارع مستمر. am having. have you made. رقم 3 و6 و14 و15. 3 have you made any arrangement for the next week. هل عملت ترتيبات؟ قال له I know it مع صديقي. يبقى انا عملت ترتبت مع صديقي. حاجة معروفة يبقى مضارع مستمر. am meeting. رقم 6 it's arranged we know it to the Red Sea. انا رتبت ان انا اروح البحر الاحمر. يبقى مضارع مستمر. are going. رقم 7 رقم 14 we have arranged everything. رتبنا كل شيء. we know it حسن up at 9. انا قبله الساعة 9. حاجة معروفة مضارع مستمر. are baking. رقم 15 سامي كانت هيلب يو تونايت. مش هيقدر يساعدك. مضارع مستمر. اون ساينس بروجكت. يبقى حاجه معروفه يبقى مضارع مستمر. از وركينج. صفحه 62 هناخد رقم 7 و13. 7 شي نقط تو لندن نيكست سبرينج. هتروح لندن الربيع الجاي. يبقى از ترافلنج. مفيش اللي هي المستقبل اللي هنا. از ترافلنج. رقم 13 It's arranged we will go to Hurghada. مرتب، حاجة مرتبة ومعروفة، يبقى أخد مضارع مستمر. We are going to go to Hurghada. We are going to Hurghada. We are going to Hurghada. قلنا إن المضارع البسيط بيستخدم للتعبير عن المستقبل في جدول المواعيد المحددة. ميعاد الإطارات، ميعاد الطيارات، السينما، ميعاد المسرح، ميعاد السينما، ميعاد التلفزيون، ميعاد الفتح، ميعاد الإغلاق، ميعاد اللاند تهبط الطائرة، ميعاد الهبوط، ميعاد الإقلاع تيك أوف تقلع، ميعاد الفتح أوبن، ميعاد الإغلاق كلوز، ميعاد الوصول أرايف، ميعاد المغادرة ليف، ميعاد البدء ميعاد ستارت، ميعاد ينتهي فينيش. القطر هيمشي الساعة 8. يبقى غدا، يبقى تومورو مورنينج. يبقى استخدم المضارع البسيط يعني الفعل في اس في حالة المفرد وبدون اس في حالة الجمع. أمثلة صفحة 63 2 و5 و8 و15. رقم 2 ذا بلان تو برازيل. الخط الطيارة إلى البرازيل الساعة 6. يبقى ده ميعاد اهوت جدول مواعيد. يبقى مضارع بسيط تكس. المضارع البسيط بيستخدم للتعبير عن المستقبل. رقم 5 ماي سيسترز بلان ات 6 تومورو مورنينج. محدد لك وقت اهوت. يبقى وقت يبقى arrives جدول زمني. arrive ستصل. رقم 8 ذا فيلم. الفيلم هيبدأ الساعة 6:30. يبقى مضارع بسيط starts.
رقم 15 Are you leaving tomorrow morning? قال له yes my train is leaving at 8 o'clock. القطر هيمشي الساعة 8، يبقى القطر بكرة هيمشي الساعة 8 وقت، يبقى جدول زمني، يبقى تبقى leaves، أشيل is leaving وأكتب leaves. صفحة 64 رقم 17 و5 و9 و10. 17 We aren't going to leave until my father came. قلناها المضارع البسيط بيستخدم بعد كلمة الروابط تلو until وأز تناز وهوين بشرط وجود علامة المستقبل. العلامة موجودة اللي هي اللي are going to leave، وكان بيقول لك until my father came. came دي ماضي، هخليها comes مضارع. رقم 5 My flight tomorrow will be at 9:58 a.m. هتبقى الساعة 9:58 a.m. ده جدول مواعيد طيارته، هتبقى الساعة 8 يبقى ده مضارع بسيط، تبقى is، يبقى نشيل will be ونكتب is. رقم 9 The plan will take off، الطيارة هتطلع الساعة 8. ايه الغلط اللي هنا؟ اللي هي will take off، هتبقى takes off. takes off ليه؟ لأن ده جدول مواعيد. الجملة اللي بعدها رقم 10 Once he did his homework he will go to bed، الغلط اللي هنا هتبقى did، لأن في علامة المستقبل في الجملة التانية اللي هي will، يبقى بعد once اللي هي الرابطة بعدها مضارع بسيط. Once he does his homework. قبل المستمر is used to say that you will be in the middle of doing something at a certain time in the future، يعني انك في منتصف وقت محدد في المستقبل، يبقى للتعبير عن حدث او للتعبير عن فعل سيحدث في المستقبل، في سيحدث في منتصف وقت محدد في المستقبل. يكون الشخص مستمر او في وسط عمل شيء. From 7 to 9 tomorrow، من 7 لـ 9 غدا، I will be studying English، سوف اذاكر الانجليزي. The future perfect، المضارع التام، المستقبل التام. The future perfect is used to express an event that will have finished or completed before or at a certain time in the future. يستخدم المستقبل التام للتعبير عن حدث سيكون قد انتهى أو تم قبل أو في وقت محدد في المستقبل. يبقى يستخدم ان event will have finished or completed، يبقى المستقبل التام يعني تم او انتهى، قبل انتهى او اكتمل قبل، or at a certain time in the future، او انتهى في وقت محدد في المستقبل. by tomorrow by next Friday، وعلاماته كلمة باي، باي زائد فترة زمنية في المستقبل، بنستخدم المستقبل التام. باي tomorrow باي next Friday باي next week باي next month باي next year this time tomorrow this time next Friday this time next week this time next month in 2 weeks in a year in 5 months in 4 days time. يبقى in زائد فترة زمنية أو باي زائد فترة زمنية، بنستخدم المستقبل التام the future perfect. by next August بحلول أغسطس القادم، الحكومة سوف تنتهي من صنع الكوبري، سوف تنتهي من الكوبري. will have finished. بالنسبة للنص في جمل بتعبر عن المستقبل. أول جملة tomorrow afternoon I am traveling with two astronauts to a secret location. tomorrow afternoon يعني غدا بعد الظهر. I am traveling مضارع مستمر، المضارع المستمر بيعبر عن شيء مرتب أو مخطط، حاجة معروف، شيء معروف، مخطط، تخطيط معروف، ترتيب معروف، حاجة معروفة. نون الجملة الثانية the lunch is at 7:50 the next evening، الجملة مضارع بسيط وفيها كلمة next المستقبل. المضارع البسيط يستخدم للتعبير عن المستقبل بشرط في الجدول الزمني، يبقى في جدول زمني محدد في وقت محدد، جدول وفقا لجدول زمني وفقا
لجدول زمني بيستخدم المضارع البسيط، فالإطلاق يكون الساعة 57 دقيقة. الجملة الثالثة: But we won't know for sure until we are there. Until جه بعدها مضارع بسيط اللي هي we are there، وقبلها مستقبل اللي هي الجملة الثانية اللي هي we won't know for sure، لأن بيستخدم المضارع البسيط مع الروابط بعد الروابط بشرط وجود إشارة للمستقبل. الجملة الرابعة now. الجملة الرابعة now a representative of the World Tourism Organization predict الذات بيتنبأ in the next 10 years، قلنا في خلال 10 سنوات القادمة، أو by the next 10 years، in the next 10 years أو by the next 10 years people will be queuing. يبقى نستخدم ايه؟ في خلال 10 سنين القادمة الناس هتصطف، will be queuing، will be queuing. يبقى ده المستقبل المستمر، المستقبل المستمر في خلال 10 سنوات بيتنبأهم.